ومنذ متى التزم الكيان الصهيوني باتفاقية أو راعى صلحا أو هدنة ليكون التطبيع معه رادعا له من الاعتداء وارتكاب الانتهاكات؟ فبعد أن قضم معظم الأراضي الفلسطينية وهجر ملايين السكان وبنى مئات المستوطنات، يتجه المسار العربي إلى تطبيع العلاقات معه علانية، وتكون الإمارات قائدة زمام المبادرة بعد الألفية الثانية. بعد عدة أيام فقط من الحديث الإماراتي عن أن التطبيع سيكون مفتاح السلام المفترض، يشن الكيان الصهيوني غارات مكثفة على قطاع غزة، ويتبع ذلك إطلاق نار على حدود القطاع، موقعا عددا من الجرحى الفلسطينيين. يتزامن ذلك مع غضب شعبي في غزة على التطبيع مع الصهاينة، وإطلاق الشباب المقاوم بالونات حارقة تجاه المستوطنات المجاورة للقطاع، في ظل مسيرات سميت بمسيرات الإرباك الليلي، والهدف منها إجبار الاحتلال على رفع الحصار الذي تسبب بتردي الأوضاع المعيشية في غزة. مسيرات غاضبة تفند رواية المطبعين في أن مسار العلاقات مع الكيان الصهيوني يجسد نبض الشارع الفلسطيني ويصب في مصلحته. الكيان الذي أقيم على مبدأ اغتصاب أرض لا يملكها لا حدود لمطامعه، والمتابع لمسيرة تشكله منذ البداية يدرك كم مرة قسمت خريطة فلسطين على أساس اتفاقيات رعتها بريطانيا وأمريكا، ثم ما يلبث أن ينحسر الوجود الفلسطيني بخريطة جديدة على حساب اتساع رقعة الكيان. يقول مراقبون إن خطوة التطبيع الجديدة هي حيلة للاستفراد بقطاع غزة وضرب المقاومة فيه، وإجبار الفلسطينيين على القبول بالحل الذي طرحته إدارة ترامب القائم على قطع التواصل بين مدن الضفة الغربية ووضع غزة تحت الإشراف الصهيوني المباشر، وتحويل الكيان إلى دولة مقبولة لدى محيطها العربي على حساب الشعب الفلسطيني المشرد.